ما شاء الله، تسلم ايدك يا استاذ، ما شاء الله ما شاء الله، ايه الجمال والعظمه دي، الله 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 الله، سجق مقارنه بالبشاميل بالسجق، السجق كله ني ني والبصل ني ني، ما شاء الله ما شاء الله، تسلم ايدك، كرافي الله الله الله، تبين الله الله، الكيكه الجميله مفتحه، الله الله الله، تسلم ايدك يا استاذ، الله 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 الله، الجمال ما شاء الله ما شاء الله، الله الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا سيدي يا رسول الله، الله 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 الله، ما سهلة وجميلة، تسلق المكرونة وتصفر بصلة وتحط مقاس، لو هتعملها بلحمة تحط اللحمة، مش عاوزة توجق وتشوحيه ماشي، عاوزة تعملها، أنا عاملاها ني في ني ما شاء الله، جميل جدا الله الله، وطعمه لذيذ ما شاء الله، الله 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 الله، مكرونة البشاميل بقى والمقادير بتاعتها ايه، بصلاة على النبي، بتسلق المكرونة الأول ما تحط الزيت ولا حاجة في المية، أنا من غير ما بحبش الزيت أحط في المية، لأن كده كده بتحط إيدام ما في الزيت، بتل البصل سمنة، تجيبي بقى البشاميل تعملي ازاي، 5 معالق دقيق سمنة مع وتحط مع النار، وبعد كده تحط 5 معالق دقيق، وبعدين تجيب اللبن ما يضربهم في بعض كده على النار، سيح روح حط اللبن ريتل او ريتل ونص حسب اللي موجود، حسب اللي انت عاوزاه، ما شاء الله جميل جدا ما شاء الله، والبصل بقى انت شوحتها، حطيت اللحمه عصاجها بقى، لكن انا عاملاها بالسجق المره دي، كله افضل فاضل، رتبته كله في الكبه، وما شاء الله، ودعكته بايديا بقى، والبهارات ما شاء الله، وجميل ما شاء الله ما شاء الله، بالهنا والشفا، وتروح حتى ما شاء الله ما شاء الله بالهنا والشفا ما شاء الله، ودي عملتها برضك في الخلاط ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، على الجمال ما شاء الله،